بصي يعني 30 يوم كان معروض على دي ام سي بس في رمضان، و بس لغايه دلوقتي بيتشاف كويس جدا. ف يعني حصري او مش حصري، ده بيتهيألي ده باتجاه الشركه الانتاج والبيع والحاجات دي، وبيبقى كله حسب مصلحه العمل هتبقى فين او مصلحه المنتج. انا بالنسبه لي طبعا نفسي كل حاجتي تتشاف في كل حته، خاصه لو انا في حاجه عايز اقولها عايز اوصلها للناس كلها. العمل الجيد بيفرض نفسه، يعني لو انا مقدر لي ان انا توصل لي الرساله دي النهارده واشوفها هشوفها غصب عن اي حد. شفتها بقى على التلفزيون، شفتها على الموبايل، شفتها على في السينما، هتوصل لي هتوصل لي. فانا بؤمن جدا بالقدر ان ازاي الرساله بتوصل لحد، فهي كده كده موجوده. يعني لما تقول حصري او مش حصري، هو موجوده